أهلا بيكم في فيديو إجابة الأسئلة. هنجاوب دلوقتي إن شاء الله الأسئلة اللي كانت في البوست اللي نزلته على القناة. طبعا الناس اللي اتعمل لها لف على السؤال بتاعهم هم دول الناس اللي هيتم الإجابة على سؤالهم. لو أنت بتتفرج على الفيديو ملكش سؤال وحسيت إن السؤال ده زي السؤال اللي أنت عايزه ونطاقته ماشية معاك، تقدر برضو إن أنت تاخد الإجابة. كمان الناس اللي ما كانش ليها الحظ ان سؤالهم يكون موجود معانا، ان شاء الله هيتم عمل لايف على الانستجرام، وهيتم ان شاء الله الاعلان عن الميعاد، فان شاء الله يكون ليكم حظ في اللايف ان شاء الله. فلو حضرتك اول مرة بتشوف الفيديو، اتمنى ان انت تدعمنا بلايك. كمان يشرفني انضمامك لأسرة القناة بانك تعمل سبسكرايب. كمان اي حد ليه اي اسئلة او اي استفسارات، وسائل التواصل هتكون موجودة تحت الفيديو. فخلونا نبتدي مع بعض دلوقتي باول سؤال. بيقول: هل يوجد رجوع بين انثى الاسد ورجل العقرب؟ انثى الاسد ورجل العقرب، هل يوجد رجوع؟ مش دلوقتي. هو على فكرة زعلان قوي، يعني ده كارت برج العقرب، وانتوا ممكن تكونوا سمعتوا بعض كلام مش لطيف خالص، وانتوا الاتنين على فكرة بتسعوا للاستقرار وانتوا الاتنين زعلانين، بس ممكن يكون كل واحد منكم متباعد وعامل نفسه ان هو مش واخد باله. بس انا شايف ان في فرصة، لكن هتكون مش دلوقتي، يعني هيبقى فيه بس مش دلوقتي، لان انتوا الاتنين دلوقتي في طاقة حزن. اوكي، السؤال اللي بعده: هل ام فيصل موافقة على زواجنا؟ انا انثى الدلو. هي من انثى الدلو وبتسأل، بتقول ام فيصل موافقة على زواجنا ولا لا؟ انا شايف ان هي، يعني هو الموضوع فيه عند، يعني هي واخدة الموضوع بعند شوية. ممكن تكون شايفة ان الموضوع ده بيشكل عبء مادي، وان مفيش توازن او تكافؤ، في فروق يمكن في العلاقة دي، ومفيش استقرار مادي برضو ممكن، فعلشان كده الموضوع بس متاخد بعند شوية. يعني محتاجين يكون في استقرار اكتر من كده. هو الفكرة مش فكرة رفض، الفكرة ان هي شايفة ان الموضوع ده بيشكل عبء مادي ومنتظرة بس يكون في استقرار، يعني وبرضو في سنة عند، لكن هو مش رفض يعني بالقوي بالاكتر. يعني السؤال اللي بعده: هل يوجد زواج من الحبيب هذه السنة؟ سوري. هل يوجد زواج من الحبيب هذا العام؟ ما اعتقدش انه هذا العام، يعني لان انا شايف ان في، هو يعني النية موجودة، لكن انا شايف ان في طرف تالت بيراقب علاقتكم ببعض وبيحاول ان هو يخربها. انا شايف الحب موجود من الطرفين ونية الزواج موجودة من الطرفين، والطرفين منتظرين بعض قوي، لكن في شخص احذروا منه بيتدخل ان هو يبوظ العلاقة دي، في طرف تالت بنسبة كبيرة يعني بيتدخل ان هو يخرب العلاقة دي، فخدوا بالكم. يعني هي النية موجودة بس في حد بيعطل الموضوع. السؤال اللي بعده: هل يوجد زواج بين برج الحوت وبرج الميزان؟
برج الحوت والميزان، هل يوجد زواج؟ بس انا عندي احساس ان الميزان تقلان عليك شوية يا حوت، يعني او انتوا الاتنين على فكرة تقلانين على بعض وبتراقبوا بعض من بعيد، وكل طرف عامل نفسه ان هو لا، يعني ممكن يكون في زعل ما بينكوا، وكل طرف بيقول مش انا اللي هكلم الطرف التاني، لكن انتوا الاتنين مهتمين ببعض جدا ونفسكوا تكلموا بعض، لكن عاملين نفسكم ان انتوا الاتنين زعلانين وانتوا الاتنين كل واحد بيتقل يعني. لكن ان شاء الله هيكون في زواج يعني، ولكن بس انتوا بتتدلعوا على بعض شوية يعني، بس مش اكتر. ففي فترة زعل بس مش زعل شديد يعني، ممكن تكون انتوا بس بتتقلوا على بعض، لكن في النهاية هيكون في صلح يعني، وفي زواج كمان ان شاء الله. السؤال اللي بعده، منى برج الحوت ومحمد برج السرطان متباعدين من شهرين، هل سيحدث طلاق؟ منى الحوت ومحمد السرطان، هل سيحدث طلاق؟ لا مش هيحدث طلاق. انتوا الاتنين على فكرة ممكن تكونوا فعلا بتفكروا في الطلاق او مترددين ومش عارفين اصلا تطلقوا ولا لا، كل طرف منكم عايز يمشي، ممكن يكون بس انتوا الاتنين على فكرة متعلقين ببعض قوي، لكن انتوا مش بتعبروا لبعض عن الحب ده وعن التعلق ده، وان تم التعبير بيكون في رفض يعني، فلكن هو الحب موجود وانتم مش هتقدروا تستغنوا عن بعض. بس معرفش ليه يعني، بالرغم من كمية المشاعر والتعلق دي، انتوا مش بتعبروا لبعض، حتى لو في تلميح او كده بيكون في رفض من الطرف التاني، يمكن قصة عند او قصة عدم توازن، لكن انا شايف ان مفيش طلاق يعني، هو بس في زعل محتاجين بس ان انتوا تتوازنوا منه، ومش هيكون في طلاق، لا هيبقى في رجعة، بس محتاجين بس ان انتوا تنهوا الحزن ده. اوكي، هل يوجد رجوع بين برج العقرب وبرج الميزان؟ برج العقرب والميزان، هل يوجد رجوع؟ بس هيتأخر شوية يعني، النية موجودة وفي مشاعر شديدة تجاه بعض، انتوا الاتنين على فكرة منتظرين بعض، لكن بتحاولوا ان انتوا تكبتوا مشاعركم دي ما تظهروهاش، وبس بتراقبوا بعض وبتحاولوا ان انتوا ما تبينوش لبعض، لكن النية موجودة يعني، انتوا خلاص وصلتوا لمرحلة انه هيكون في بداية جديدة، لكن هي لسه مش واضحة يعني، لكن دي نهاية انه كل واحد مش مبين للتاني، فهيبقى في رجعة يعني، لكن انتوا بتخفوا بتحاولوا ان انتوا ما تبينوش ان انتوا عايزين كده، فبمجرد بس ما طرف منكم يبين للتاني ان هو فعلا مهتم بيه هيتم الرجوع ده ان شاء الله يعني. السؤال اللي بعده، هل يوجد زواج بين شيماء برج القوس وأحمد برج الميزان؟ شيماء برج القوس وأحمد برج الميزان، هل يوجد زواج؟
مش دلوقتي، الموضوع هيتأخر شوية. انتوا الاتنين على فكرة زعلانين من بعض جامد قوي، وبتبصوا على بعض، وكل طرف منكم منتظر الطرف الآخر. انتوا متواصلين بس بالروح. هيكون في انتصار ان شاء الله، لكن مش دلوقتي خالص. يعني الموضوع هيبقى متأخر شوية، لحد ما تنهوا الحزن اللي انتوا فيه، لان انتوا زعلانين من بعض جامد قوي. لكن هيكون في مصالحة قريبة ان شاء الله. بعد المصالحة دي بقى يبقى فيه كلام تاني ان شاء الله. يعني نروح للسؤال اللي بعده. هل يوجد رجوع بين رجل السرطان وانثى الاسد؟ رجل السرطان وانثى الاسد، هل يوجد رجوع؟ هيكون في رجوع. يعني هو الطاقة دلوقتي طاقة زعل، لكن انتوا في طريقكم للاستقرار. هيكون في رجوع بزواج كمان. فانتوا دلوقتي بس في مرحلة ان انتوا بتبصوا على بعض، وان شاء الله قريب قوي الزعل ده هينتهي، وهيكون في استقرار وصلح، وهيكون في زواج يعني ان شاء الله. السؤال اللي بعده، هل يوجد زواج بين بسنت برج الميزان وأحمد برج الجوزاء؟ بسنت ميزان وأحمد جوزاء، هل يوجد زواج؟ اوكي. انتوا بس متواصلين بالروح. يمكن في زعل ما بينكم، لكن ده كارت ترسيم العلاقة على فكرة. هيبقى في بداية جديدة بعد الحزن ده، لان انتوا متواصلين جدا بالروح. يمكن كان في بينكم كسرة قلب وفي حزن شديد، لكن هيبقى في بداية جديدة وفي ترسيم للعلاقة. لكن خليكم بس متواصلين بالروح، وان شاء الله بعد فترة هيكون في بداية جديدة وترسيم للعلاقة دي ان شاء الله. السؤال اللي بعده، ما مصير العلاقة بين رجل الميزان وانثى العذراء؟ رجل الميزان وانثى العذراء، ما مصير العلاقة؟ انتوا زعلانين قوي من بعض، يعني في مشاكل كتير متكررة ما بينكو. يمكن كان في طرف تالت كمان، والعلاقة دي كانت اون اوف. في طرف متباعد، وممكن يكون بيتقل كمان عليكم، وعامل نفسه ان هو مش مهتم بيكم، لكن في الحقيقة هو مهتم قوي. انا شايف ان هو بيتقل بزيادة. احيانا ممكن يكون برضو في حد تاني في حياته على فكرة. لكن انا شايف ان هو الحب قلبه مرتبط بيكم انتو، ونفسه يتزوج بيكم انتو. لكن في الوقت الحالي في قلب مكسور وفي تباعد، ويمكن يكون التباعد ده بسبب طرف تالت. لكن في كل الاحوال هو متمسك بيكم، متعلق بيكم. ممكن يكون بس تقلان شوية، لكن هيكون في زواج ان شاء الله. سوري. مش شرط ان يكون قلبه مكسور بسببكم على فكرة. ممكن يكون هو خارج من علاقة تانية وقلبه سوري. ممكن يكون هو قلبه يكون هو خارج من علاقة اخرى وقلبه مكسور بسببها، وعلشان كده مش عارف يبدأ معاكم، فبيراقبكم بس من بعيد دلوقتي. ان شاء الله يعني هيكون في فرصة، لكن لحد ما يستشفى من القلب المكسور اللي عنده. طبعا انا بتكلم بصيغة الجمع، انا حاطط النية على اللي سأل السؤال، لكن لو في اكتر من حد ليه نفس السؤال فانا بتكلم بصيغة الجمع عشان كده. السؤال اللي بعده، هل ربنا هيسر لي الامور اللي انا حاطة النية عليها؟ هل ربنا هيسر لك الامور في الشيء اللي انت حاطة النية عليه؟
ان شاء الله. انتي بس يمكن تكوني مش متوازنة شوية، محتاجة ان انتي تكوني متوازنة اكتر من كده، يمكن تكوني بتنفعلي بزيادة وبتفكري كتير، فمحتاجة بس ان انتي تكتمي انفعالاتك دي وتسيطري عليها. محتاجة كمان ان انتي تكوني ما تفكريش كتير، يعني سيبي الامور تمشي كده وسيبيها على ربنا، وان شاء الله كل حاجة هتمشي. يمكن كتر التفكير في الحاجة دي او كتر الححنة في ان احنا ندور عليها هو ده اللي بيعطل الامور يعني. فانت حاولي تكوني متوازنة، اللي هو ما تمسكيش في الحاجة بالزيادة وبرضو ما تسيبيهاش بالزيادة، يعني خليكي متوازنة، وان شاء الله اللي انت عاوزاه هيكون ليكي بداية فيه ان شاء الله. يعني السؤال سوري، السؤال اللي بعده، هل يوجد رجوع بعد الطلاق بين هند برج الميزان وإسلام برج الجدي؟ هند برج الميزان وإسلام برج الجدي، هل يوجد رجوع بعد الطلاق؟ هند برج الميزان وإسلام برج الجدي، هل يوجد رجوع بعد الطلاق؟ مش ظاهر لي، يعني مش ظاهر هنا خالص اذا كان هيبقى في رجوع ولا لا. غالبا يعني لا، انا شايف ان في طرف تالت متدخل في العلاقة دي، ومش دلوقتي خالص. انتوا بس متواصلين بالروح جامد قوي انتوا الاتنين، لكن انا شايف ان في زعل وابتعاد وغموض، ويمكن يكون بسبب طرف تالت، فبعتذر جدا يعني مش دلوقتي. ان شاء الله يكون ممكن تسألي الشهر اللي جاي، وإن شاء الله تكون الطاقة اتغيرت. يعني السؤال اللي بعده، هل يوجد رجوع بين الميزان والسرطان؟ الميزان والسرطان، هل يوجد رجوع؟ انا شايف ان انتوا الاتنين زعلانين من بعض قوي، يمكن تكونوا كمان مش عايزين تشوفوا بعض. انا شايف ان ما كانش في توازن في الاخد والعطاء في العلاقة دي، يمكن كان في مشاكل كتير ومتكررة ما بتخلصش. فانا شايف ان الرجوع ده هيكون مؤجل شوية لحد ما انتوا الاتنين تتوازنوا وتحاولوا تنهوا المشاكل اللي ما بينكم دي، لان انتوا الاتنين زعلانين قوي، محتاجين تطلعوا من الطاقة دي، محتاجين ان انتوا الاتنين تتوازنوا، لان ممكن لو حصل رجوع ان المشاكل تتكرر ما بينكم تاني، فحاولوا ان انتوا تتوازنوا. السؤال اللي بعده، هل سيتم طلاق لبنى من طاهر قريبا؟ هل سيتم طلاق لبنى من طاهر قريبا؟ هو بنسبة كبيرة يعني، لكن مش هيبقى قريب، يعني الموضوع هياخد بس شوية وقت. الطلاق ده هيحدث لكن مش قريب قوي، يعني هتفضلوا تفكروا وتحاولوا، ممكن ناس كمان تتدخل ما بينكم تحاول ان هي تأجل الطلاق ده، تخليكم ان انتوا تعيدوا التفكير، وانتوا فعلا ممكن هترجعوا هتبتدوا ان انتوا تفكروا في الموضوع تاني. لكن هو هيحدث الطلاق في النهاية يعني، بس هيكون بعد فترة طويلة من التفكير. السؤال اللي بعده، هل يوجد رجوع بين ليندا برج الجدي ورابح برج الثور؟ ليندا برج الجدي ورابح برج الثور، هل يوجد رجوع؟
اه بس انتوا زعلانين شوية، فالموضوع ده هيتأجل لحد بس ما تطلعوا من طاقة الحزن دي، لكن الرجوع هيحدث وبشدة. انتوا اصلا متواصلين جدا بالروح، لكن الزعل، طاقة الزعل الموجودة ما بينكم هي اللي بتعطل الموضوع. فحاولوا ان انتوا تفكروا بشكل ايجابي وتعملوا تلباس وتكونوا ايجابيين، وان شاء الله الرجوع ده هيحدث يعني، بس اهم حاجة تتخلصوا من الحزن. اوكي، السؤال اللي بعده، هل يوجد زواج بين برج القوس وبرج الميزان؟ برج القوس وبرج الميزان، هل يوجد زواج؟ اه بس يمكن انت يا برج القوس، يعني معرفش مين اللي بيسأل، برج القوس ولا برج الميزان. برج القوس هو اللي تقلان شوية يعني، لكن هيبقى في ترسيم للعلاقة، هيكون في بداية في العلاقة دي كويسة. يمكن يكون في حد من طرف برج القوس برضو بيعطل الموضوع يعني، لكن في كل الأحوال هيتم ترسيم العلاقة دي وهيكون فيها بداية يعني، بنسبة كبيرة إن شاء الله هيحدث الزواج. السؤال اللي بعده، هل رجل الحوت يحب أنثى الميزان؟ هل رجل الحوت يحب أنثى الميزان؟ ده شايفك نصف الآخر يعني، وشايفك الحب كله ونفسه في الزواج معاكي، نفسه كمان في الاستقرار. ده شايفك كل حاجة جميلة على فكرة، مفيش ولا كارت سلبي يعني، انتي اكتر واحدة محظوظة على فكرة في الناس اللي سألت. ده عايز يتزوجك يعني، اهو ده مفيش بعد كده يعني، انتي فعلا ما شاء الله يعني محظوظة بالشخص ده، فربنا يسعدك يعني ان شاء الله. السؤال اللي بعده، هل يوجد رجوع بين برج الجدي وبرج الميزان؟ برج الجدي وبرج الميزان، هل يوجد رجوع؟ في قلب مكسور اهو، وفي اعباء كتير. انتوا الاتنين على فكرة في طاقة وحشة قوي، لكن ان شاء الله يعني الطاقة دي انتهت وعجلة الحظ طلع لكم، وطلع لكم كمان بداية جديدة يعني، فما تزعلوش. اهم حاجة بس تخلصوا من طاقة كسرة القلب دي وتخلصوا من اعباء العلاقة. بيقول لكم كل الحزن انتهى، انتوا مريتوا بالمرحلة الصعبة كلها، والقدر هيساعدكم في ان انتوا يكون عندكم بداية جديدة ان شاء الله يعني. فخلاص بقى يعني، فكوها بقى شوية وكله انتهى يعني، كل الوحش راح خلاص، عندكم بداية جديدة. السؤال اللي بعده، بتقول انا هناء من برج القوس، هل توجد خطوبة جديدة هذا الشهر، هذه السنة؟ أنا هناء من برج القوس، هل توجد خطوبة جديدة هذه السنة؟ هناء من برج القوس، لا مش دلوقتي خالص. انا شايف ان انتي ممكن تكوني على فكرة بتكرشي على حد، لكن الحد اللي انتي بتكرشي عليه ده مش مديكي اي وش، وبنسبة كبيرة ممكن يكون طالع من علاقة وبيعمل هيلينج، خصوصا لو كان برجه ناري او هوائي. ممكن يبقى ميزان، دلو، جوزاء. الشخص ده بيحاول ان هو يعمل هيلينج لانه خارج من علاقة، فمش دلوقتي. اوكي، السؤال اللي بعده، انا نجوى برج السرطان مطلقة،
هل يوجد زواج جديد هذا العام؟ نجوى من برج السرطان مطلقة، هل يوجد زواج جديد هذا العام؟ لا، مش دلوقتي. انا شايف ان في عرض، وانتي ممكن تكوني على فكرة برضو بتراقبي حد، لكن الحد ده بيصدك لانه هو خارج من علاقة وخايف يدخل في علاقة جديدة ليتغدر بيه زي ما اتغدر بيه قبل كده. فانا شايف انه بالاغلب ممكن تكوني انتي اللي بتلمحيله على فكرة وبتراقبيه، لكن هو مش مستعد خالص ان هو يدخل في علاقة دلوقتي يعني. فانتي برضو حاطة عينك على حد، لكن مش دلوقتي. السؤال اللي بعد كده، هل يوجد رجوع بين امرأة العقرب ورجل الجوزاء ام الطلاق افضل؟ امرأة العقرب ورجل الجوزاء، يعني عايزة تعرفي ترجعي ولا تتطلقي؟ امرأة العقرب ورجل الجوزاء. انا شايف ان في طاقة زعل شديدة ما بينكم، يمكن كان في طرف مخادع على فكرة في العلاقة دي، وفي فعلا قلب مكسور. انا شايف ان انتي ما تاخديش قرار دلوقتي، انتي قافلة على مشاعرك قوي، والطرف التاني هو كمان مش متوازن، مش عارف يعمل ايه. بس انا شايف ان العلاقة دي في فرصة ان انتوا تشتغلوا عليها وان هي تكون علاقة مستقرة. فانت ما تاخديش اي قرار دلوقتي، ادي نفسك وقت وادي له هو كمان وقت، وبعدين قرري يعني لحد ما هو يتوازن وتطلعي انت كمان من قفلة المشاعر اللي انت فيها والحزن ده. العلاقة دي محتاجة ان انتوا تشتغلوا عليها يعني، لانها علاقة كويسة. فما تاخديش قرار دلوقتي، اصبري شوية وفكري شوية يعني، مش دلوقتي. ما تاخديش اي قرار، لا بآه ولا بلا يعني، لحد ما يحصل توازن في العلاقة دي، انت كمان تقدري تحددي مشاعرك بالظبط. السؤال اللي بعده، هل يوجد رجوع بين انثى السرطان ورجل الاسد؟ انثى السرطان ورجل الاسد، هل يوجد رجوع؟ ده كارت الاسد، يعني شكله هو اللي مش عايز يرجع. نشوف. ان شاء الله هيكون في رجوع، بس محتاجين ان انتوا تصارحوا بعض الاول، محتاجين ان انتوا تستقروا في العلاقة دي، لان انا شايف انه في طرف رافض ان هو يسمع الطرف الاخر. لكن انتوا محتاجين تكونوا واضحين مع بعض اكتر من كده. ان شاء الله هيكون في استقرار في العلاقة دي. لكن محتاجين تكونوا واضحين مع بعض اكتر من كده، لان الحب موجود يعني. بس انا شايف ان ممكن يكون في طرف شايف نفسه شوية على الطرف الاخر يعني، او متسلط، والطرف التاني ما بيحبش كده. ممكن برضو على فكرة تدخلوا حد كبير او حد فاهم، حد مختص في الموضوع، ان هو يتدخل ما بينكم لإصلاح الوضع ده، لأن في طرف شايف نفسه على الطرف الآخر ولازم حد يقف له يعني. فلو عملته كده إن شاء الله هيكون في استقرار في العلاقة دي. أوكي، على الأغلب برج الأسد يعني هو اللي شايف نفسه. السؤال اللي بعد كده، هل يوجد رجوع بيني وبين زوجي؟
وهل هسافر له؟ اه ان شاء الله، بس انا شايف ان في الرغبة موجودة على فكرة من الطرفين، لكن انتي ما ذكرتيش الابراج يعني. بس انا شايف ان في طرف زعلان قوي وبيحاول ان هو عنده مشاعر، لكن هو بيحاول ان هو يكتمها بسبب ان في موقف حصل زعلكم. فانا شايف ان لو في طرف غلط وعايز يعتذر، هو فعلا عايز يعتذر لكن متردد، المفروض ان هو ما يترددش، لأنه بمجرد ما يعتذر كل حاجة جميلة هتحصل، هيكون في رجوع وسفر وكل اللي انتوا عاوزينه يعني إن شاء الله. فلو في طرف قافل يعني، ممكن الطرف التاني يكلمه ويهدوا الأمور وإن شاء الله كله هيبقى تمام يعني. السؤال اللي بعده، هل يوجد زواج بين برج الحوت وبرج العقرب؟ برج الحوت وبرج العقرب هل يوجد زواج؟ اه هيبقى فيه ان شاء الله، لكن هيبقى مؤجل شوية، او يمكن في اوريدي في حد عرض على التاني والتاني رفض، لكن هو في فرصة تانية يعني. هيكون في بداية جديدة، او حتى لو انتم كنتوا في علاقة مثلا ومتخانقين، هيبقى في صلح، هيبقى في بداية جديدة، هيبقى في زواج، الحزن اللي ما بينكم هينتهي يعني. فبتمنى لكم طبعا كل التوفيق. السؤال اللي بعد كده، هل رجل السرطان ما زال يحب أنثى العقرب؟ هل رجل السرطان ما زال يحب أنثى العقرب؟ اه هو بيحبك على فكرة ونفسه كمان في زواج معاكي، لكن انا شايف ان ممكن يكون حصل تباعد بسبب طرف تالت، لكن ان شاء الله هيتم التخلص من الطرف التالت ده قريب وهيطلب الزواج ان شاء الله يعني. السؤال اللي بعده، هل يوجد رجوع بين رجل الحوت وأنثى السرطان؟ رجل الحوت وأنثى السرطان هل يوجد رجوع؟ اه بس برضو انا شايف ان في طاقة عندي يعني، فممكن الموضوع يتأخر شوية، كل طرف منكم شايف نفسه على الطرف التاني، وفي برضو طاقة عندي شديدة، لكن هي الرغبة موجودة والبداية الجديدة موجودة ان شاء الله، بس هي مؤجلة شوية لحد ما طرف منكم يتخلص من طاقة العند اللي هو فيها دي. ممكن تكونوا انتوا الاتنين كمان بتعندوا مع بعض، وكل طرف منكم شايف نفسه على الطرف الاخر، ف طاقة العند هي اللي معطلة الموضوع يعني. السؤال اللي بعده، هل يوجد زواج بين فاتن برج الجدي وأيمن برج السرطان؟ هل يوجد زواج بين فاتن الجدي وأيمن السرطان؟
مش دلوقتي يعني، هيبقى فيه بس مش دلوقتي. الطرف ده ممكن يكون عنده بس أعباء مادية، محتاج إن هو يكون عنده استقرار مادي. هو الشخص ده متمسك بيكي ونفسه في بداية جديدة، لكن هو تقلان شوية، لكن بعد فترة إن شاء الله هيبقى فيه زواج. هو محتاج بس ان هو يستقر ماديا شوية يعني، حتى لو هو معاه فلوس هو محتاج انه يكون مستقر اكتر من كده يعني. السؤال اللي بعده، هل خاء من برج العقرب ندمان على الانفصال، وهل هيرجع لأنثى الحوت؟ انا شايف ان هو برضو انفصل بسبب طرف تالت، ممكن يكون كمان عمل بلوك، لكن هيبقى فيه ان شاء الله رجوع، هيكون فيه زواج وبداية جديدة يعني، فما فيش اي داعي للزعل ده. هيبقى فيه كمان تواصل قريب قوي، فما فيش اي داعي للزعل، هيبقى فيه ان شاء الله رجوع. هو ندمان. السؤال اللي بعده، هل يوجد اتصال بين رجل الأسد وأنثى الميزان؟ هل يوجد اتصال بين رجل الأسد وأنثى الميزان؟ التواصل هيكون بس تواصل بالروح يعني، انا شايف ان في طرف بيحاول ان هو يكون جذاب قوي قصاد الطرف التاني. ممكن انتوا الاتنين على فكرة بتحاولوا ان انتوا تجذبوا بعض، بتنزلوا صور حلوة، تهتموا بشكلكوا، لكن انا شايف ان كل طرف مستني الطرف التاني هو اللي يبدأ. انتوا الاتنين بتلعبوا كده على بعض، شايف ان في طاقة عند شوية يعني، فالتواصل اللي ما بينكوا بس هيكون تواصل روحي، ان كل طرف هيبتدي يجذب الطرف التاني، لكن انا شايف ان في طاقة عندي يعني، انه لا مش انا اللي هتكلم يعني، الطرف التاني هو اللي يتكلم. بس ممكن ان شاء الله الشهر اللي جاي يعني الطاقة دي تتغير، لكن في الفترة دي في طاقة عنده وطاقة بس تواصل بالروح، وان انتوا شايفين نفسكم على بعض. اوكي، السؤال اللي بعده، هل يوجد لدي سحر؟ لا، هو مفيش سحر ولا حاجة، دي كلها مجرد أوهام وتخيلات من العقل الباطن، ممكن تكون كمان ضغوط. اعملي بس هيلينج يعني، معرفش اللي بيسأل واحد ولا واحدة، محتاجين بس تعملوا هيلينج، محتاجين تعملوا تأمل مديتيشن، ان انتوا تنضفوا الشاكرز برضو وتعملوا هيلينج. بس انتوا عندكم ضغوط محتاجين ان انتوا تتخلصوا منها، في كمان مشاعر مكبوتة، محتاجين ان انتوا تفتحوا قلوبكم اكتر من كده، وتكونوا اشخاص ايجابيين، لكن مفيش اي طاقة سحر نهائي يعني، محتاجين بس ان انتوا تكونوا اشخاص ايجابيين، ودي كلها مجرد اوهام، مفيش اي سحر. اوكي، فطبعا احنا كده وصلنا لنهاية الاسئلة، اتمنى اني اكون قدرت افيدكم. كمان اللي ما كانش ليه حظ انه اسئلته تكون موجودة معانا النهاردة، اتمنى ان هو يتابع ويكون موجود معانا في لايف الانستجرام ان شاء الله. متشكر جدا ليكم والتقاطكم، وبتمنى لكم دايما السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.